الأعذار طابت ليلتكم وأهلا وسهلا بكم في واحدة من جلسات معاون الإرادة الدولي للكتاب. الجلسة الآن تناقش تجربة أنا عراقي أنا أقرأ، استدامة المشروع والدعم المجتمعي. نحاور فيها الأستاذ عامر مؤيد رئيس المنظمة والدكتور ستار عواد والأستاذ علي شاكر والسيدة ضي مضر. أنا أريد أبدأ من الأستاذ عامر مؤيد، وأتمنى إنه إحنا نسمع شلون بدأت الفكرة، فكرة أنا عراق أنا أقرأ. شو وقت بدأ؟ شنو الهدف من فكرة أنا عراق أنا أقرأ؟ وشنو أهميتها؟ خاصة وإحنا أكو تحضيرات للموسم الثامن. الفكرة بدأت لمجموعة من الشباب فكرنا بإقامة مشروع القراءة. هي فكرة مو وليدة العراق، فكرة قامت تونس، الأرجنتين، دول أخرى أيضا. قررنا أنه الانطلاقة تكون من قرب شهريار شهرزاد. بالتأكيد ساعدونا عدد من دور النشر، وأيضا اتحاد الأدباء كان مساهمين بالموسم الأول. بالموسم الأول نزلنا بما يقارب 5000 إلى 6000 كتاب، لكن بالموسم الأخير راح نزلنا تقريبا 25,000 كتاب. أنا عراق نقرأ في تصاعد من ناحية عدد الكتب التي تقدم للحاضرين، وأيضا من ناحية الأعداد، أعداد الحاضرين. مثل ما تعرفون عراق نقرأ لا تقتصر فقط على توزيع الكتب، توجد هناك فعاليات جانبية أخرى. أنا عراق نقرأ كل موسم نستقبل متطوعين لاحقا يصبحون أعضاء في منظمة عراق نقرأ، فهي منظمة في طور متطور بالأعداد وأيضا بالأفكار. المشكلة اللي حصلت خلال هذا العام هو جائحة كورونا، وأيضا ما يعني انتفاضة تشرين أغلب الأعضاء منظمة عراق نقرأ كانوا مشاركين بها. فارتئينا تأجيل الموسم الثامن. نتمنى أنه بالأيام المقبلة والشهور المقبلة يتم التخلص من موضوع كورونا، بالتالي نقيم الموسم الثامن أكيد بأعداد كتب أكبر من 25,000 كتاب وفعاليات جانبية مختلفة. تمام. دكتور ستار، مبادرة أنا أراك أن أقرأ تشمل كثير غير موضوع الكتاب. بعيدا عن الجو المدني اللي تطلق مبادرة العراق أن أقرأ بيوم الحدث، أقصد موضوعة الكتاب وتداوله ومعرفش، هي تركز على نقطة جوهرية جدا هو موضوعة القراءة. شنو تحدثنا عنها؟ طبعا هو انطلاق المبادرة كان للهم اللي كنا نعيشه كشباب حول ابتعاد الناس بالمجمل عن القراءة، وهناك وسائل بديلة أثبت الشاب العراقي والفرد العراقي أخذته من الكتاب، راحت بي إلى عالم الإنترنت وعالم السوشيال ميديا وعالم الفضائيات. فكانت هذه المبادرة جزء من إعادة روح القراءة للشباب والناس. نعتقد نحن في منظمة أنا عراق أنا أقرأ أنه الإنسان يحيا في ازدياد عدد المعرفة اللي تلقاها من خلال القراءة، وهي المنفذ الوحيد للمعرفة، فضلا عن يعني هنالك وسائل أخرى للمعرفة كالمحاضرات الشفاهية والمقالات وإلى آخره، لكننا نريد أن نعود بالكتاب وبالقارئ العراقي إلى هذا الطقس الذي من خلاله يستطيع الإنسان مواجهة الكثير من مشاكل المجتمع. لهذا دائما نؤمن أنه من كان يقرأ لا يمكن أن يكون متطرفا، ومن كان يقرأ يستطيع أن يقبض على هذا الكوكب وأن يقبض على جملة من المشاكل ويستطيع حلها بالمعرفة. والمعرفة والقراءة أيضا هي في يعني تزيد حالة الوعي وحالة الاتساع العقلي واتساع المعرفي. لهذا دائما القوى الظلامية تنهي الناس عن قراءة الفكر وتوجه الناس حسب فكر معين ونمط معين من القراءة. ونحن في
أنا أعرف أنا أقرأ. طبعا لدينا شروط في توزيع الكتاب ولدينا شروط في استقبال التبرعات من الكتب. نستبعد الكتب التي تدعو إلى الطائفية والعرقية والتطرف، نستبعدها لأنه نريد نقدم مادة جيدة للقراءة. المهرجان هو المهرجان يوم واحد، لكننا نسعى من خلال أيام بعد وقبل المهرجان إلى خلق مبادرات تشجيعية على القراءة كمسابقات، وأيضا نادي 12 للقراءة يتم من خلاله قراءة كتاب مع مجموعة من الشباب، وأنا نعمل في أحد المقاهي وأحد التجمعات. أعتقد يعني مثل ما كنا شوية متشائمين، يعني دائما تجينا البهجة من نشوف معرض الكتاب دائما، يعني هذا المعرض والمعارض الأخرى نشوف إقبال الشباب على القراءة وإقبال الناس على زيارة كتب المتنبي والمتنبي والكتب، وأيضا عالميا وعربيا خلال دور النشر أنه العراقي يستهلك كثيرا ويشتري كثيرا من الكتب. البعض يقول هذه الناس تقتني الكتب لا تقرأ كثيرا، طبعا هو يقتني الكتاب، هو هذا فد مبادرة أولى أو فد خطوة أولى نحو القراءة. أحيانا واحد يشتري كتاب وبعدين يعني ما جاء يقرأ، بس من يشوف واحد يقول له قريت خوش كتاب نفسه يقول هذا عندي راح يروح يقرأ. التأثير والتأثر الاجتماعي في مبادرة أنا عراقي أنا أقرأ، كثير من المبادرات صارت وكثير من المكتبات التي فتحت في القرى وفي المحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى، وكثير من هذا التقليد بدأ يسود في جميع المحافظات، ودور النشر مشكور على هذه المبادرات والتطوع والتبرع لبعض الكتب. هذه المبادرة بدأت تنتشر، وإحنا أيضا نستقبل مع كثير من المحافظات والقرى والأرياف بفتح مكتبات صغيرة وبدعمهم في مكتبات صغيرة. وأنا أشوف يعني خلاف ما يشار أو خلاف ما يقال أنه الشباب ما يقرون، بالعكس أشوف موجة كبيرة من الشباب، ودليل على ذلك أنه ما نشهده من اعتراض وما نشهده من طرح أفكار مغايرة لما هم سبقوهم في الأعراف والتقاليد وإلى آخره. أبدو وياك من اللي قرأ للدكتور ستار. الدكتور ستار يتحدث عن موضوع كبد العنف والسلام اللي قد تبدو إنه هي مو فشي مباشر تسويه مبادرة أنا عراقي أنا أقرأ، بس هو بالتأكيد أكو أفقد نبث للعنف للكراهية هذا النفس اللي مو مع الحياة. شلون تشوفين بتجربتك بأنا عراقي أنا أقرأ جدك ساهم بنبذ مثل ذني الأمور الطائفية التحير عن العنف وشجد ترسف من موضوع السلام المجتمع؟ بداية شكرا لكم، شكرا للاستضافة، شكرا معاذ الكتاب، ومساء الخير جميعا. بالحقيقة بما يتعلق موضوع السلام وما يتعلق بموضوع ثقافة السلام، هذا المصطلح اللي صار متداول كثيرا والكل يحكي به والكل يحاول انه يفهم هذا المفهوم. هذا المفهوم هو نتيجة الصراع اللي يمر به العالم بشكل يعني شامل والعراق بشكل خاص، باعتبارنا احنا بلد ازمات والعنف بتصاعد مستمر والازمات مستمرة. ثقافة التطوع اعتقد هي نوع من انواع بناء السلام بهذا المجتمع، انه انت تتطوع وتقدم خدمه بشكل يعني بشكل ودي وبشكل بدون مقابل بحد ذاته هي هاي مساله بيها بناء سلام. بالنسبه للمبادره احنا يعني كأنا عراقي بعد عمليه جمع الكتب تجي مرحله فرز الكتب. طبعا فرز الكتب هذا مو اي شخص يتولى هاي المهمه، اكو اشخاص هم اللي معتمدين عندهم امكانيه عندهم بعد ثقافي مطلعين بشكل كامل، هذول عندهم يعني يتم الاعتماد الشامل عليهم. بعد ما انا نفرز الكتب ادبيه وعلميه وثقافيه هذول الشباب يتولون مهمه انه المحتوى محتوى الكتاب اللي يحتوي على تطرف على عنف على ثقافات بها صراعات يتم يعني استثناء هاي الكتب وما يتم توزيعها. هذا من جانب. من جانب آخر المهرجان بشكل عام هو يوفر بيئة سليمة، يعني يوفر بيئة بيها سلام لكل الناس اللي تجي اللي تقصد هذا المهرجان. أنت توفر مكان
بثقافة بفن بموسيقى بنحت بغناء طيب هذا بشكل عام هو هاي بيئة سلام يعني. أستاذ علي باعتبارك بالهيئة الإدارية لمنظمة أنا عراق عن أطفال ومن الأسماء الجديدة بأنا عراق عن أطفال بالهيئة الإدارية كيف تشوف المبادرة أثرت على الشباب؟ صار يشتغل شايف بين عراق عن أطفال الفعليين القائمين لولا بالموضوع هم الشباب بس قدرت هذه المبادرة أن تستقطب أعداد أكبر من فئات عمرية مختلفة من توجهات مختلفة للمبادرة الموضوع أنه يجمعون كتب ويوزعوها ويقرون ويهتمون بهذا الموضوع. بداية أحب أشكركم على الاستضافة لمؤسسة المعدة وعلى هذا المعرض الجميل. شوف أستاذ حارث إحنا كهيئة إدارية طبعاً ملتفون قبل الهيئة العامة لأن أعراقي أنا أقرأ. نتكلم السبع أعضاء عضو الاحتياط في عام 2020 انا اعرف ان انا كنت ضيف في الموسم الاول الموسم الثاني الموسم الثالث انضميت للمنظمه كمتطوع فريق الميديا كنت مصور اليوم انا وصلت الهيئه الاداريه واحنا وضعت الموضوع قبل لا اقول لك الهيئه الاداريه والهيئه العامه احنا كل واحد داخل المنظمه يعني ممكن رئيس المنظمة ممكن يشيل كارتون ممكن رئيس فرز ممكن أي شيء فإحنا كنا واحد يعني في المنظمة اليوم منظمة أنا عادنا أقرأ سمة شيء كبير تغيير كبير من أفكار الشباب يعني يعني قلت كان جدا أحد ضيف اليوم وصلت لهي وصلت على اللجنة اللجنة التنظيمية وصلت لهي الإدارية هدفنا واحد هو الهدف الأسمى كان بداية إشاعة أو إعادة احياء ثقافه القراءه في السابق كانوا يقولون مصر تكتب بيروت تطبع العراق يقرا اليوم العراق يطبع يكتب ويطبع شفنا شويه ثقافه القراءه يعني وصلت يعني حدود قليله جدا مو بس منظمه العراق انا اقرا ممكن شغله متنبيه ايضا اسهل من بعد احياء ثقافه القراءه واليوم شفنا احنا بعصر الميديا فشفنا قام الناس يبيعون الكتب الإلكترونية. فإحنا نقول دائما الكتاب الورقي له نكهة خاصة. وثقافة القراءة ممكن تأثر إن أنا يعني إذا جاني فد 10,000 ضيف أسلمت التغيير مو 100 شخص 10 أشخاص أنا أعتبره إنجاز كبير ثقافيا وفكريا فكريا اليوم إحنا المنظمة ما تختص يعني مثل ما ذكروا زملائي تختص فقط بالكتب. يوم انت يعني عندي قد هو المهرجان للاسف يوم واحد بس احنا نركزنا بيوم واحد عمل سنه كامله ممكن كثير من الامور جمع الكتب والعدد والفرز العدد الدقيق الفرز الدقيق في بركه الضيف الغرض يعني تجنب نشر كتب ممكن تساهم ممكن او تحرض على فد نوع من العنف فد نوع من الطائفيه هل كنت نستبعدها؟ غرضنا متجهين نحو السلام او غايتنا الاسمى الثقافه والسلام فاحنا كلمة إدارية اليوم لازم بأي عمل بأي منظمة أي عمل منظمات لازم تكون أكو فد سلسلة يعني مراجع للعمل حتى تخلي مثلا تخلي لجان طال لجان التشكيل إن يشكلها بداخل المنظمة اللي يعني مسؤول عن إعداد موسم احنا مقنعين على الموسم الثاني إن شاء الله بعد يعني طول طويل له ما نقدر نعلن عن السبب عشان نصدق يعني عمل صدق طفرة نوعية بشأن عمل منظماتي داخل العراق طفرة كبيرة جدا لكن الظروف اللي حاطت البلد في ثورة تشرين وبعد جائحة كورونا شوية ننتظر هذا الشيء بس بعد الأيام إن شاء الله نشتغل إن شاء الله عليه بالموسم الثامن إن شاء الله أنا ما أعرف إيش قد عندي وقتك بس حتى نستغلها آخر فد تمام إذا في سؤال أو مداخلة قبل ما نكمل الجزء الثاني من الأسئلة، خليني أرجع بالجزء الثاني. أستاذ عمر مهرجان في أنا عراقي أنا أقرأ يعني قبل قليل أنت تحدثت عن إنه إحنا بدينا 5,000 كتاب، طبعاً 5,000 كتاب توزع بالمجان بالموسم الأول.
احنا وصلنا بالموسم السابع وزعنا 25,000 كتاب. هذا الموضوع موضوعة انه انت توزع 25,000 كتاب بالذات 4 ساعات 5 ساعات قد يبدو للي يفوت بالمهرجان ويطلع فشي سهل، كتب تنجمع بكراتين تنفتح اطالات وتوزع بالذات 4 ساعات، بس اكيد هذا الموضوع ياخذ اشهر من التحضير من الاستعدادات. شلون تسولف لنا عن هذا؟ أنا أتحكي على تفصيلة محددة، يعني إحنا الأعمار مثلاً بمواسم كثيرة كان أستاذ كريم طه من منشورات المتوسطة مسؤول عن فرز الكتب كونه كتبي، نفس الوقت مسؤول عمل لوجستي أحمد عبد القادر هو مال 7 سنين، فأكو يعني يمكن 30 سنة أو 40 سنة فرق بينما تشوفهم مفايق من دمج. بالنسبة للموضوع القرابة يعني هو موضوع جداً صعب لأنه يمر بأكثر مراحل. المرحلة الأولى تحتاج إلى توزيع دعوات، مفاتحة دور نشر، مفاتحة أصحاب مكتبات خاصة من أجل التبرع، ثم جلبها للمنظمة. والمرحلة الأهم هي مرحلة فرز الكتب. إحنا عندنا سيستم نمشي عليه إنه أي كتاب يكون موسمنا على قناة قراءة يكون عليه ختم باسمنا على قناة قراءة، حتى القارئ من يأخذ الكتاب مع مرور السنوات من يرجع يفتح الكتاب يشوف إنه عرف إنه هذا أخذ بناء على قناة قراءة، وجزء من الترويج لإسمنا على قناة قراءة وانتشارة أيضاً. تجي المرحلة الأخيرة اللي أنا أشوفها هي أسهل مرحلة، اللي بعض يشوفها صعبة، اللي هي مسألة توزيع الكتاب. الكتب ما توزع بطريقة عشوائية، لا، نعتمد على مبدأ فرز الكتب أثناء توزيعها، تتقسم إلى دراسات، أدب، علم اجتماع، الكتب المختصة بالفنون، أو كتب طبية تجينا. والأهم من كل هذا أنه في كثير من المواسم بعد انتهاء الفعالية تأتينا رسائل إنه أني قدرت أحصل على كتاب نادر، أو أني كتاب بالدراسة أحتاج لقيته بناء على قناة قراءة. صراحة هذا الأمر كلش يسعدنا وخلينا إنه دافع عنا إنه نستمر بناء على قناة قراءة. يعني الكل يعني مثلا نحن قسم أعضاء الإدارة، بينما أنت الأعضاء المنظمة حتى المتطوعين يعني مرور الأيام بأيام كثيرة يسألون شو بكرة حيكون موسم جديد، هي تكون مثل انه عمل متواصل. يعني صراحه بالايام الاخيره من المبادره اكو اشخاص 7 إلى 8 أيام يعني نكون مباشر لحد ما يتم انجاز العمل، وحتى التحضير الموسم وصح يمكن يتم من الساعه 4 ل 9 بس احنا قبل يوم من الصبح موجودين ومبادر الحديقه اللي فيها تحضير، يعني تدري فعاليه جدا ضخمه بالحضور وعدد الكتب وايضا بالفعاليات الجانبيه. دكتور اكو فد يعني هسه احنا راح نروح للموسم الثامن. للموسم الثامن من المبادرة بدأت بدايتين القصار. زين هذه الديمومة اللي بيخلي هذا الفريق اللي بيجمع الكتب ويوزعها، واكيد اكو نشاطات اذا صار عندنا وقت ضروري نتحدث عنها ب 19 قراءة. شلون تلمستوا تأثير المبادرة بالمجتمع؟ يعني المبادرة بدأت توزع 5,000 كتاب، وصلت إلى 25 كتاب تشتغل بكل سنة بتقديم هاي الفعالية. أكيد هي تنتظر إنه تلمس مردود من الناس الجديد. شلون تم؟ طبعاً هو في بداية الموسم الأول كانت هي فعالية من النوح الأول بالعراق، وفعالية بها نوع من الغرابة وبها نوع من الجرأة لجمع كتب وفرز كتب وتوزيع كتب. طبعاً لدينا جهد استثنائي والفريق يعمل، طبعاً هناك دافع كبير للشباب العاملين. إحنا عندنا يعني أعضاء هيئة إدارية والهيئة العامة، وكذلك نستقبل المتطوعين. التطوع دائماً إحنا نفتح بالويب سايت فتجينا أرقام كبيرة وناس كثيرة تريد تساهم وتعمل في هذا اليوم المحفل الكبير اللي يوزع به الكتب. طبعاً بالموسم الثاني والثالث والرابع وإلى آخره بدأت الناس تنتظر هذه الفعالية، ونسأل عن دائماً عن متى تقام الفعالية، متى تقام الموسم الآخر. أحياناً الناس تقترح لماذا لا تعملون الفعالية كل شهرين أو كل سنة مرتين. هذا يدل على أنه المكان الذي نقيم فيه الاحتفال هو مكان احتفائي واحتفالي بالكتاب. كانت لدينا بالبداية الأفكار أن الناس تأخذ الكتاب، يعني إذا تقرأ الكتاب تأخذ الكتاب من مجموعة من الكتب النادرة والعناوين المهمة، فتشوف يعني الناس قاعدة تقرأ، كبار سن، نساء، رجال، أطفال. لدينا كتب متنوعة تشمل جميع العناوين، ليس لدينا
أي عنوان يعني سواء الذي تدعو إلى التطرف والطائفية والعنف وإلى آخره. اللمسات الاجتماعية كنا سبباً في أن تكون مبادرات مثيلة في المحافظات وأيضاً مبادرات في بغداد، لكننا لنا السبب في ذلك وتعاوننا في الكثير مع الشباب في محافظات في ديالى وفي ميسان وفي البصرة، ولدينا مشروع كان يعني مشاريع لدينا كثيرة تحفز الشباب على القراءة، لكن دائما يعيقنا هو الموافقات الرسمية والدعم المالي، ونحن دائما نكثف جهدنا لهذا اليوم يوم القراءة، و يعني نجمع جهدنا دائما يكون في هذا اليوم، عمل مبادرات أخرى يحتاج إلى أيضا هذا الجهد وهذا الكم من الأموال، فاكتفينا بهذا اليوم الاحتفائي، لكننا على مدار السنة نعمل في ندوات معينة ولقاءات مع الشباب ومسابقات ربما ستطلق قريبا بعد هذا الموسم، والآن بدينا نعد يعني فكريا وثقافيا عن موسم مختلف لطريقة جديدة لتوزيع الكتاب. طبعا أكون الناس هواي يعانون من قضية التوزيع لأنه دائما يصير ازدحام على الكتب وتأخذ الكتب في ساعة واحدة، لكن نفكر بآليات جديدة ونفكر بعمل ندوات تخص القراءة، وسنطرح مسابقة لأكثر شخص يقرأ في خلال سنة، وأعتقد راح نخصص هدايا جيدة لهذا الموسم. جيد. شكراً. أنت تقولين إنه أنا مشاركتي الأولى كانت بأنا عرفت أنا أقرأ بالموسم الماضي الموسم السابع. شنو كانت مهامك اليوم الحدث أو قبل إذا كانت أكو مهام معينة تقومين؟ والله أنا أتفق ويا علي، إحنا ما عندنا مهام معينة، يعني من أول يوم نبدي بجمع الكتب والفرز والتصنيف، فهاي المهام كلها إحنا شاركنا بيها، لكن في يوم المهرجان تحديداً كانت مهامي متعلقة بالسوشيال ميديا وبالفيج الخاص والبث المباشر باعتبار هذا اختصاصي، بالإضافة إلى أنه قبل المهرجان اشتغلنا على التصاميم والفوتوشوب والبوسترات وإلى آخره من هاي التفاصيل. أكو نقطة معينة بس أنا حابة يعني أمر عليها، إنه إحنا ندعو للقراءة، بس إحنا ليش ندعو للقراءة؟ يعني أوكي القراءة هي مفيدة وإلى آخره، بس إحنا وجهة نظرنا إنه القراءة شو تفيد؟ بظل هذا التحدي اللي هسه نعيشه، بظل التعليم الإلكتروني، بظل أنماط التربية وأنماط التعليم هاي اللي يتربون عليها أجيال ويطلعون أشكال متشابهة، إحنا بدنا نشر ثقافة إنه الإنسان اللي يقرأ، الإنسان اللي يطلع، إنسان يعرف ذاته راح يميز نقاط قوته من نقاط ضعفه، راح يكون إنسان صاحب قرار ويعرف يعني شوف هذا الإنسان اللي شلون تميز بين الشخص اللي يشتغل ويانا كمتطوع وبين طالب الجامعة. طالب الجامعة يكتفي بالمنهج فقط، يعني ما يتطرق بشكل أبعد، بينما الشاب اللي يشتغل ويانا تشوف قراراته أقوى، تشوف إمكانيته بالحياة، تشوف يحقق أهدافه بشكل ممنهج وعقلاني. فالقراءة هي هذا هدفها، إحنا مو بس نريد يعني نسعى للناس تقرأ، إحنا نريد الناس تتغير نحو الأفضل. علاوي خلينا نرفع إلى السلام. خلينا ننهي المواقف اللي تمر بنا على رأسنا. نفسه هو يوم 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 الحدث، يعني يوم هو نهاية الموسم، نوزع الكتب ونخلص كل شيء. شنو شفت مشاركاتك اللي أكثر من موسم؟ والله كثير المواقف تمر بينا، يعني إحنا من الطريقة ومنها ممكن تكون يعني محزنة و مواقف ما تنذكر، يعني ما نقدر نذكرها، بس يعني إحنا مو الموقف، إحنا الفرحة اللي تشوفها بعيون المتطوعين والمبادرين وكل الأعضاء العامة اللي أنا أعرفها أخرى، الفرحة اللي تشوفها بعيوننا من نشوف الجمهور، من نشوف الحضور الكثيف، من نشوف الناس اللي تتسابق عن مود يحصلون كتب، وكل ناس جاي على مود عناوين، يعني ما تنقرأ بغير مكان. ذكر نقطة مهمة عامر قال، إحنا يعني صراحة البيج يعني تجينا رسائل مثلاً بعد كل موسم
شكر وتقدير. أنا طالب دراسات عليا وهذا المصدر مش تلقى بالمكان اللي جيت أسمه، وأنا ممنون ويا حبذا لو أقدر أحصل بعد عنوان كذا نتواصل إحنا ويا جماعة مع جميع الناس اللي تراسلنا، يعني كثير مواقف اللي صادفنا. موقف طريف صار الموسم الخامس، يعني قبل يوم المبادرة بيوم سمك مطر والحديقة غرقت وإحنا مضطرين نقيم الموسم، اضطرنا نسيب الحديقة قبل ما استفاد. يعني طبعا مساعدة بيدية الجرادة بعد ما سحبوا المي، فممكن تكون عواقب كثيرة ويعني تواجهنا بس نتغلب عليها. قبل ما نختم إذا أخو سؤال أو مداخلة، أي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ ذكرت قبل شوية التفصيل إنه الكتب اللي تجيك من المكتبين أو من دور النشر تكون عليها ناس متخصصين إنه يفرزون هاي الكتب حسب الأشياء اللي تبتون تطبعها للناس، فهذول الكتبين يعني ممكن أعرف من هذول هاي التفصيل. كل أصدقائنا في شارع المتنبي والمهتمين بالكتب لربما مو كتبين، أشخاص يعني عندهم دراية ومعرفة، ما محددين الناس، إحنا محددين يعني في كل موسم يتغير المتطوعين ويتغيرون الناس اللي يتولون على عاتقهم فرض الكتب. يعني التفصيلة الثانية إنه أنتم محددين كتب معينة، يعني هاي الناس المختصين مثلاً قلتوا ذكرتوا إن الكتب اللي تعرض على الطرفية أو اللي فيها عنف إن هاي الكتب ممنوعة. لأن أنا كقارع يعني مو المفروض إنه أطلع على كل شيء حتى أميز الصواب من الخطأ. إذا تسمح لي، المشكلة أخوي يعني مثلاً أنا ما أقدر أنزل مبادرة مدنية أنزل كتاب مثلاً حرض على القتل أو مثلاً يدعو أو التكفير أو يحرض طائفة ضد طائفة، تمام؟ يعني ممكن في حال واحد أراد البحث عن يعني هو يبحث ذاته، بس أنا من راح أنزل كتاب إحنا ما عندنا مشكلة بجميع الكتب اللي بالضبط اللي يتحارب على الطائفية أو يتحارب على العنف، لأن بالنهاية أنا يعني مبادرة أنا أريد عن وجهة نظري صح فيها القراءة، بس إحنا نريد في بغداد باقي مناطق العراق من خلالها، فما أقدر أنزل كتاب يحارب على العنف. يعني هذا بصراحة يعني مثل أنا ممكن هذا الكتاب هذا شخص خلينا نقول بداية حياته أو فترة المراهقة ومن خلاله يمكن يتخذ منه، فهذا شيء راح يكون شيء سيء. فأنا فلع جنبه ممكن هذا نفس الكتاب يلقى كتاب آخر باختصاص مختلف ممكن يخليه منهج إلى ويمشي. هو الغرض من السؤال كان يعني كقارئ إذا ما يطلع على كل الأشياء ما راح يكتسب كمية من الوعي حتى يفرز إن هذا الشيء صح وهذا الشيء غلط. التفصيل الأخير والسؤال الثاني، أنتم كمنظمة أو جمعية برأيكم يعني ممكن أعمق ضغط توصل لبعض المنظمة؟ يمكن أرد أجاوب. يمكن أنا أشوفه من أهم الأشياء اللي صارت بين أعراق بين أخرق أنه أول فعالية مدنية بعد تحرير الموصل من قبضة داعش لأن أعراق بين أخرق بنفس الوقت نفس الوقت تجلت في بغداد في محافظة ميسان، والآن نحن بصدد إقامتها بأكثر من محافظة. بصراحة حتى عندنا مشاريع إنه مكتبات عامة بمختلف محافظات العراق، مثل ما تعرف هذا الأمر ما ميت فقط بجهد فرد، هذا يحتاج جهد جماعي لأنه الأمر يحتاج إلى تنظيم عالي، يحتاج إلى دعم مادي أيضا. في النهاية هي المكتبة مو فقط كتب، تحتاج إلى أمور لوجستية كثيرة. صراحة نحن بنعمل عليها ونتمنى انه قادم الايام ممكن نحقق. انا اشكركم جدا، اشكر صبوركم، اشكر حسن اصغائكم، بس قبل اختم اتمنى فتشي يتغير على الموسم الثاني ان شاء الله. اتمنى كلكم تقرون الاستمارة تتطوعون لان عرفت انا اقرا تجون تحضرون تشوفون الذكر حارث جميل يعني شغله بسيطه كانت يعني هي سبب انجذابي للانتماء لفريقنا عراقنا حقيقه. يعني اذهلت في تفاني المتطوعين، يعني شخص يشتغل سبعه ايام ليل مع نهار في نهايه الموسم يعني يبدي يلم البقايا المي بقايا الوساخه بقايا وينظفون الساحه، شباب متفانين جدا
ينظفون الساحة ويحملون الكراسي هاي في ساعات متأخرة من الليل. طبعاً واحدهم صحيح يوقع من التعب، يعني إحنا نخلص الموسم نشوفه كله متمددة بالحديقة، كل الشباب متمددين، يقول له قومي، يقول له فعلاً ما أقدر أقوم لأنه هو مستمر لربما أيام متتالية هو ما شايف النوم ولا شايف ولا متجهزين ولا والحمد لله يعني نشوف الموسم كان يعني كل المواسم كانت يعني فيها مفخرة، ولا ننسى أن الدعم الاجتماعي من الناس وحضور الناس هذا كان كل شيء مفرح وكبير، وناس تدعم وناس تشكر وناس تعلق وإلى آخره. طبعا دعم المجتمع أيضا دعمه من أضافة إلى كثير من العوائل، يعني تفضل عن مكتبات كاملة، مكتبات كاملة خاصة تفضل عليها، يعني أتذكر الموسم الخامس أو السادس جتنا مكتبة عدد كتب كبير جدا، يعني مكتبة خاصة أنا بشعر فيها أشياء خصوصية، يعني بدنا نخليها طرف ورجح العائلة ونشكرهم. كثير من الناس يراسلوني عندي مثل كذا كتابة بتبرع، أوكي شكرا، متابعين متابعين يعني كناس عاديين مدور نشر. طبعا وما أنسى أن أشكر معرض بغداد إنه الموسم السابق إنه كثير من الدول العربية يعني ساهمت إنه تدري عن مبادرتنا وعندها اطلاع عن طريق مثلا مثقفين مثل مشتركين مع باقي الدول العربية إنه يعني يدعمون المنظمة بالكتب. شكرا أستاذ علي، أنا أتمنى لكم ليلة سعيدة وأشكر حضوركم وأشكر أصدقائكم وأتمنى أن نشوفكم بالموسم الثامن من أنا عراقي أنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.